يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا نبدأ حلقتنا، وعايزين نتكلم مع كل الامهات بقى عن موضوع مهم جدا جدا، لانه بيجي فترة كده الفترة دي بيمر بيها كل اب وام مع اولادهم بفترة المراهقة. دي فترة بتبقى صعبة قوي، من أصعب المراحل اللي ممكن يعدي بيها الأب والأم في التربية، وبرضه من أصعب المراحل اللي بيمر بيها الولد والبنت نفسهم كمان عموما، لأن الفترة دي بيحس فيها أولادنا إن هم كبروا وعايزين يبقوا بقى أحرار، شايفين إن التصرفات بتاعتهم صح مع إنها بتكون مش طبعا مش متزنة وبتكون عن قلة خبرة أكيد. فالسن ده الأب والأم بيبدأوا إن هم يواجهوا صعوبات في التعامل مع ولادهم، وفي نفس الوقت المرحلة دي بتكون مهمة جدا برضو، علشان دي المرحلة اللي فيها الولد أو البنت بيقدروا يبنوا شخصيتهم، يتعلموا إزاي يثقوا في نفسهم، يتعاملوا مع الناس، يتعاملوا مع المجتمع، يشوفوا أحلامهم هتكون عاملة إزاي وعايزين يحققوها إزاي. طيب نتعامل إزاي في الفترة اللي بتبقى حساسة دي؟ خاصة بقى أنا عايزة أتكلم النهاردة عن الأم وبنتها. يعني احنا كتير بنتكلم عن التعامل مع الولد، بس النهاردة عايزين نتكلم عن التعامل مع البنت، وازاي الام تعرف تتكلم مع بنتها وتتعامل مع بنتها في الفترة الصعبة الحساسة دي. اول حاجة، انت كأم انت لازم تشجعي بنتك ان هي تبقى على طبيعتها، يعني ما تعملش اي حاجة او اي سلوك بس عشان الناس تحبها، تحاول على قد ما تقدر تبقى شخصيتها هي، بتربيتها هي، بأسلوبها هي، بطريقتها هي، وبتفكيرها هي، ما تكتسبش من بره حاجات كتير علشان بس الناس تعجب بيها، أو علشان تصاحب شلة معينة، أو علشان تبقى قريبة من ناس معينة. لا، علميها تثق في نفسها، علميها إن هي كده حلوة، واللي يقبلها على كده يبقى هو اللي بيحبها فعلا، سواء بقى أصحاب أو مجتمع أو الناس اللي حواليها عموما، الناس اللي بتخرج لهم بره البيت. وده هيجي ازاي؟ ده هيجي بانك انت لازم تتكلمي معاها ان هي من جوه ومن بره حلوه، ان هي طبعها كويس، تنمي فيها الحاجات الكويسه، يعني كل حاجه انت شايفاها كويسه في بنتك تكلمي عنها اكتر عشان تكبر اكتر، عشان تاخد بالها منها اكتر واكتر وتزود في التصرفات الحلوه دي. فيعني لو هي حنينه، لو هي طيبه، لو هي بتحب تساعد الناس، لو هي صادقه، لو هي جدعه، كل الحاجات دي تكلمي فيها مع بنتك وعززيها فيها، وقولها انا بحب فيكي ثقتك بنفسك، انا بحب فيكي صدقك مع نفسك ومع الناس اللي حواليكي، انا بحب فيكي ان انتي شجاعه. الحاجات دي هتخلي البنت واثقه في نفسها. لما يبقى الكلام ده من البيت ومن الام هيفرق كتير. وقولها انتي حلوه قد ايه، انتي جميله قد ايه، وحتى لو هي مختلفه قوليها ان اختلافها ده جمال وده حقيقي. الاختلاف عمره ما كان على فكره قبح، الاختلاف اللي ربنا خلقنا بيه عمره ما كان قبح ولا هيبقى، احنا اللي بنخليه بارائنا وبوجهات نظرنا قبح، لكن هو عمره ما بيبقى قبح، بالعكس. فالبنت لا، انت جميله زي ما انت، ايا كان لونها، ايا كان نوع شعرها، ايا كان لون عينيها، ايا كان طولها وزنها، هي جميله، ولازم تبقى جميله في عينيكي وفي عينين باباها اول ناس، ولازم تبقى عارفه ده ومتاكده منه. وحاولي تتكلمي بقى معاها في انها تعبر عن مشاعرها، ما تخليش بنتك تكتم مشاعرها جواها، دايما اتكلمي معاها، صاحبيها، انت حاسه بايه؟ انت نفسك في ايه؟ بتفكري في ايه للمستقبل؟ ان انا حاسه ان انت متضايقه النهارده، في حاجه حصلت ضايقتك؟ كلميني، احكي لي، قربي منها دايما، ويا ريت يبقى من قبل سن المراهقه، علشان ما يبقاش صعب عليك ان انت تبداي معاها علاقه صحوبيه في المرحله الصعبه دي. هتبقى عارفه، ولادنا على فكره اذكياء قوي، سواء ولاد او بنات، يبقوا عارفين كويس قوي احنا امتى بنقرب لهم لو احنا مش قريبين منهم على طول، يبقوا عارفين ان احنا عايزين نعرف حاجه او عايزين نقرب لغرض، فليه نعمل كده؟ فمن البدايه نحاول ان احنا اصلا نصاحب ولادنا، واللي ما لحقتش حاولي، ما تيأسيش ابدا، اوعي تيأسي من ولادك، لازم دايما تبقي جنبهم، لازم دايما تبقي صاحبتهم، لازم تعلمي بنتك ان هي صاحبتك، وان سرك وسرها معاكي وسرك معاها، انتوا صحاب بعض، عشان لو طلعت بره ولقت تشجيع بره ولقت حنان بره ولقت حد يسمع منها سرها بره، انت ما تضمنيش اللي بره دول هيقولوا لها ايه.
انت ما تضمنيش ممكن يدلوها تعمل ايه او يجروها لسكه ايه. فنحاول ان احنا نحاوط على بناتنا على قد ما نقدر. شجعيها على العمل التطوعي زي ما قلتلك، لو هي جدعه وبتساعد وكده عرفيها ازاي تقدر تساعد، وريها اماكن وعرفيها على اماكن تروح تتطوع فيها وتعمل فيها اعمال خيريه. ده هيخليها عندها رحمه وخليها عندها ثقه بنفسها، وهيخليها اجدع واجدع كمان. لو هي جدعه هيخليها اجدع واجدع كمان. خلي بالكوا كويس ان فتره المراهقه دي زي ما قلت لكم قبل كده من الفترات الصعبه جدا، من الفترات الحساسه جدا اللي بتحس فيها البنت بالتوتر والقلق وعدم الثقه في نفسها. بتتغير، شكلها بيتغير، جسمها بيتغير، مجتمعها بيتغير، ومش بس كده نظره المجتمع ليها بتتغير من طفله صغيره لانسه. فنظره المجتمع ليها بتتغير، فبالتالي البنت بتغير كتير من سلوكها الطفولي علشان خاطر تعرف تناسب المجتمع. يعني ما تجريش، ما تحكيش بصوت عالي، ما تعمليش مش عارف ايه، كل الحاجات دي البنت فجأة بتلاقي نفسها في حاجة، ما تلبسيش مش عارف ايه، ما تعمليش ايه، ما تكلميش زمايلك الولاد، ما بقاش بقى فكرة ان انتوا براحتكم بقى وتتكلموا في اي وقت وتخرجوا في اي وقت، لا ما بقاش ينفع، انتوا خلاص كبرتوا. فالحاجات دي كلها بتحسس البنت بقلق وتوتر ورعب، وهو انا غلط؟ طب هو انا فيا حاجه؟ طب انا ليه بتحرم من كذا؟ طب انا ليه بتعاقب على كذا؟ حبيبتي انت ما بتتعاقبيش، ولازم تفهميها ان هي مش بتتعاقب. لازم تقربي منها وتتكلمي معاها وتفهميها ان كل مرحله وليها شكلها، وان كل مرحله وليها حلاوتها. مش كل حاجه نرعبهم منها، مش عايزين نحسس ولادنا ان هم في غابه، لا احنا عايزين نحسسهم بالثقه في نفسهم، بالثقه في اهلهم، بان ليهم ملاذ امن ومكان يقدروا يروحوا فيه يقولوا احنا حصل لنا واحد اتنين تلاته الحقونا، بدل ما يخافوا يروحوا يحكوا للناس بره والمشكله تبقى مشكلتين. فانا عارفه ان كل الحاجات دي ما تبقاش سهله، بس لو احنا بادئين مع ولادنا من بدري هتبقى اسهل واسهل. مرحله صعبه قوي، يا رب تعدي على كل الامهات والابهات بسلام ان شاء الله، وتشوفوا ولادكم في احسن حال تتمنوه واكتر منه كمان باذن الله.